الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد وزير الطبيعة والبيئة والتنمية والرياضة، حضرة السيدة والسادة المستشارون المحترمون، حضرة السيدة والسادة الفعاليات المدنية والمعتبرة في الشارع المزاري لبلادنا، أيها الحضور الكريم، رجال ونساء السيدة، تحية. ولكن السيد الرئيس اسمح لي أولا نشكركم من خلالكم يعني المستشارين والمستشارات فرقة التجمع الوطني للإحرار بمجلس المستشارين على اختيار هذا الموضوع. هذا الموضوع الذي يعد واحد من المواضيع الأساسية ربما في اليوم حتى في التصورات السياسية التي يحملها التجمع الوطني للإحرار واللي يشتغل عليها واللي ناضل من أجلها خاصة في السنوات الأخيرة، يعني بمنسوب مرتفع من الوعي بأهمية هذا الموضوع نظرا للارتباطات ديالو العميقة مع الهوية الوطنية ومع الوحدة الوطنية، وأيضا ارتباطاته العميقة مع الأمة المغربية الموحدة والجامعة. فبداية أريد أن أجدد لكم جميعا حضرة السيدة والسادة خالص التهاني بمناسبة السنة المزارية الجديدة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى صاحب الجلالة بدوني والصحة والبركة وعليكم جميعا بمزيد من النجاح والتوفيق، وأيضا لهذا المسار التراكمي الإيجابي جدا لموضوع الأمازيغية يزيد من الاتصالات في السنوات المقبلة. وصراحة كنشكروا الفريق ديال حزب التجمع الوطني الأحرار لهذا اللقاء اللي هو في إطار المقاربة التشاركية، أنه انفتح على المجتمع المدني وعلى الفاعل الجمعوي من خلال مجموعة من المقترحات، أن هذا اللقاء كان واحد الفرصة باش يكون واحد تقييم لمجموعة من الإنجازات اللي دارتها الحكومة في إطار المخطط الحكومي. من خلاله هضرنا ناقشنا ودرنا مقترحات وتوصيات، أولا لتجويد ما تم تفعيله على أرض الواقع، وأيضا للحديث عن الآفاق المستقبلية من أجل تنزيل حقيقي لترسيم اللغة الأمازيغية وتفعيل القانون التنظيمي بهذا الخصوص. هو هذا اليوم دراسي جاء بعد يعني طلب تقدم به الإخوة الأعضاء المستشارين داخل الفريق، وجاء يعني مع السنة الأمازيغية الجديدة، فقررنا أن ننظم هذا اليوم الدراسي حول تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، خصوصا فيما يتعلق بالدور اللي الفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار البلد ديالنا وإنصاف الأمازيغية. حضر كيف شفتوا حضروا هذا اللقاء الوزيرين السي بيتاس والسي بن موسى وزير التعليم العالي، وكذلك الرئيس ديال المنسق الجبهة العمل الأمازيغي اللي نشطوا لنا هذا اليوم الدراسي. الحضور الكريم اللي كان في هذه القاعات من إخوان الفاعلين في الميدان ديال الأمازيغية، فأثروا هاد اليوم الدراسي بالنقاشات وبالاقتراحات اللي كلها كانت تصب في شيء واحد، وهو يعني تسريع المسار ديال تنزيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وكذلك يعني إيجاد خطط عمل واقعية واللي يمكن تنزل واحد البرنامج يعني حول سنوات اللي يمكن باش نوصلوا به الى المبتغى والى النتائج اللي باش تكون اللغه ديالنا الامازيغيه اللي ترسمت في الدستور لغه يعني كي كتعبر على الموروث الثقافي ديالنا، وكذلك على الساكنه اللي كي تكون منهم المغرب تقريبا 91% ديال الامازيغ، غادي يكونوا يعني في وضعية انهم يفتخروا باللغة ديالهم. شكرا.